مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى زحلي لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده إبراهيم الصقر والد الطفل المحرر ميشيل الصقر. بالبداية بدي أقول إنه زحلي انتصرت. زحلي انتصرت بوج الإرهاب، بوج الزعران. زحلي اللي كل عمرها بتشرف وبتبيض الوجه. زحلي اللي ولا مرة خذلت أولاد زحلي. أنا بدي أتشكر، قبل ما أتشكر حدا بدي أتشكر أولاد زحلي بكل طوايفهم وبكل أحزابهم وبكل فعالياتهم على هالجهود اللي عملوه لينقذوا هالصبي من إيد الإرهاب ومن إيد الزعران. زحلي أصلاً مسلفتنا كثير. اليوم إن شاء الله نقدر نرد لها الجميلة. بالبداية بدي أتشكر فخامة الرئيس الجمهورية على اهتمامه. بدي أتشكر سيدنا البطرك بشارة الراعي على اهتمامه واتصاله فينا على فترات ليطمن. بدي أتشكر دولة الرئيس نبيه بري اللي كان كتير 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 مهتم، وآخر اتصال هلأ معي من شوي بيقول نحن ما اكتفينا أنه ردينا الصبي، بدنا نكفي عليهم على الآخر. هيدا موقف بشرف كتير. بدي أتشكر دولة الرئيس تمام سلام. بدي اتشكر فخامة الرئيس امين جميل على اتصاله، بدي اتشكر وزير الداخلية انه هذا المشنوع فعلا هالوزير ببيض الوجه بشرف. الوزير اللي ضل الساعة 3 بالليل سهران يا حرام يدق، هذا ابني اوعى تعتل هم. من الساعة 9 الصبح لل 3 بالليل يتصل في كل فترة يقول هذا ابني. بدي اتشكر اللواء ابراهيم بصبوص على اتصالاته. بدي اتشكر كل القوى الأمنية، الجيش، قائد الجيش وضباط وأفراد. فعلا الجيش ببيض الوجه، القوى الامنيه، المعلومات، ما حدا قصر معنا يا شباب، اوعى تفكروا حدا قصر معنا بمطرح معين كانوا فيهم يعملوا شيء. بدي اتشكر كل الوزراء اللي اتصلوا فينا ومعالي وزير التربيه، معالي الوزير ميشيل فرعون، بدي اتشكرهم كلهم، مش قادر اسميهم بس بتشكرهم اللي اتصلوا كلهم. اتشكر الدكتور فارس سعيد بقوى 14 اذار اللي كلها استنكرت وكانوا على طول يقولوا هذا ابننا مش ابنك، هذا ابن زحلي كلها، هذا ابن القضيه اللي ما حدا بيقدر يغدره. انا بدي اتشكر من كل قلبي اهالي حي السريان اللي هني دافعوا عني، اهالي زحلي، عرب الفعور، عرب الحروك، اهل سعد نايل، اهل الفرزول، يعني ما بعرف اذا بنسى حدا، كل قضاء زحلي اللي كله تضامن معنا. ويعني واكيد هلا انا بالاخر انا ما بقدر اتشكر الدكتور سمير جعجع، لانه الدكتور سمير جعجع او ستريدا جعجع يعني هذا ابنه، وانا اذا بدي هلا اتشكر على الهواء بكون عم بالغ. يعني الحكيم كان باتصال مباشر من الساعه 8 وعوز الصبح لل 3 بالليل بكل لحظه. الحكيم اخذ قرار شجاع، نحن بنقول له يا حكيم انا حقول له على الهواء هالمره، كل عمري اقول له اياهم على السكايت مرات بالمكتب، هلا حقول له على الهواء يا حكيم انت رجال وبس تكون انت موجود. وبس يا حكيم تكون انت موجود ما في عصابه ولا الارهاب ولا الدنيا كلها فيها لينا. لما تكون انت حاضر وتحكي كلمتك العالم كله بتتجند. يا حكيم انت بتعرف قديش انت قيمتك كبيره بزحله. نحن بنتشكر اهل بشر اللي اجوا وفودي من بشر ومن دار الاحمر. هودي فعلا بينوا مين القوات اللبنانيه، القوات اللبنانيه هي القوات اللبنانيه. هذا الصبي مش بس ابني انا وابن القوات اللبنانيه، هذا ابن زحله كلها. ولا مرة القوات بيخذلوا حدا، القوات قلت له يا حكيم بدي الصبي ينام بحضن امه، تلفن لي وقت اللي طلع قال لي شو حتي حينام الليلة بحضن امه مثل ما وعدتك، انا بشكرك من كل قلبي، بشكر ستريدا اللي هي ستريدا اصلا يعني هي عم تحكيني باول اتصال كانت عم تبكي. انا يعني شو بدي اقول لكم؟ هيدا اللي بنقدر نحن نعمله، انا من هون بدي اتوجه بس للخطفين واقول لهم انه اللي عملتوه انتم بزحله كانت هي بدايه نهايتكم. انتم يا شباب غلطتوا لما دقيتوا بالزحالنه، مش دقيتوا بابني. الزحلاوي ما بيندقش فيه، اسالوا السوري بال 81 شو صار فيه، بتعرفوا انتم شو حيصير فيكم هلا. انتم اردتوها حرب علينا، نحن فلتكن.
يا خي الدولة نحن تحت جناح الدولة، هي حتروح تلقطكم مط الفيران، وإذا ما لقطتكم حتقتلكم لأنه ما عادش تنحمل هالشغلات. بس بدي أقول لكم ما بقى تفوتوا على زحلة وتحركشوا فيها، ماش كل يوم زحلة بتوقف وبتضل قاعدة على أعصابها، إذا فلتت زحلة عندكم عم تهيجوا يعني وحش ونايم، اتركوه نايم هالوحش، شو بدكم فيه؟ مشان هيك اليوم انتم تمرجلتوا وجيتوا على نص حوش الأمراء أخذتوا هالصبي. تاني مرة حنقطش لكم ايدكم من باطة، صدقوني يا شباب اوعى تعيدوها تاني مرة، لأنه أي زحليوي حيندق فيه أو أي بقاعي حيندق فيه، نحن الزحالنة على طول منفتحين على كل البقاع. كلهم أهلنا، كلهم ربعنا، إخواننا الشيعة اتصلوا أكثر ما اتصل غيرهم. اتصل من تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري، ما ضل حدا إلا ما اتصل يستنكر هذا، لأنه آخر شيء شيلوا هذا ابن مين؟ هذا طفل عمره 9 سنين تنيموه برات حضن أمه، أنتم ما إلكم حق. انتوا عصابة زعران، يا بتروحوا على الحبس يا بتتقتلوا، وحدة من اثنين، ما فيش عندنا وحدة ثالثة. اليوم توقف حدا من العصابة عليكم؟ أنا بعتبر القضية صار نصها اليوم. باليوم على وجه الضو فلتوا الصبي لأنه الجيش كان كثير مضيق عليهم، أكيد فلتوا الجيش، بس ما بتكمل القضية عندي وبتنتهي إلا ما يتحبسوا أو يتلقطوا أو يتقتلوا هودي. هيدي العصابة هن بيطلعولوش كتار، بيطلعوا 30 40 واحد جاويين طايفة مثل ما هي، الطايفة الشيعية طايفة كريمة، بيطلعوا كم أزعر فيها هودي الدولة بتحاسبهم، إذا الدولة ما حسبتهم وبدي يفوتوا على بيوتنا يعني اسألوا مجرب واسألوا الحكايب كمان إذا بدكم. الصبي اتخذ من قدام بيتنا من هاني بقوة السلاح، تمرجلوا على طفل صغير حطوا له الفرد براسه على خياته، نقلوه 3 جيبات لوصلوا على منطقة بريتيل، منطقة بريتيل طمشوا له عيونه أكيد هني واخدينه وحطوه ببيت، رجعوا انتقلوا من بعد الجيش صار يضغط عليهم كتير، انتقلوا بالجرد مشي 3 ساعات على بيت تاني. لما الجيش كمان ضغط عليهم أكتر وأكتر ونحن قادرين الجيش شو اشتغلوا ونشكره من كل قلبنا، جربوا هني صاروا اخر شيء بده يخلصوا منه للصبي، لانه ولا عمليه خطف ب 17 ساعه بتنحل بدون ما تدفع ولا ليره. انا بدي اتشكر اول شيء من كل قلبي، اول شيء ربنا اللي هو كان موجود وقديس شربيل اللي انا نادر له، وبرجع بقول لكم الجيش كان له كثير فضل كبير، الرئيس بري ومن هودي كلهم لو ما كان في ايادي حكيمي بمعراب عم بتابع كل لحظة بلحظتها، والحكيم مباشرة على معنا، يعني الحكيم ما كان عم ببلغ أو عم بيكلف حدا يتعاطى معنا، كان هو مباشر على التليفون عم ببلغنا كل لحظة بلحظتها. أنا بقول له الله يخلي لنا إياه، لأنه لبنان إذا في عنده حكيم مثل الحكيم لبنان بألف خير. خلي لنا إياك. إذن مشاهدينا كنا مع مؤتمر صحفي لإبراهيم صقر والد الطفل ميشيل صقر الذي حرر بعد أن كان اختطف أمس، وقال في كلمته أن زحل انتصرت بوجه الإرهاب وأن زحل لم تخذل أبنائها. شكر الصقر رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أنه لن يكتفي بإعادة الطفل بل سيكمل القضية حتى إلقاء القبض على المجرمين، وشكر أيضا الرئيس الجميل الوزير المشنوق وقال أنه تابع معه القضية حتى ساعات متأخرة من الليل. إبراهيم الصقر شكر بشكل خاص رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية دكتور سمير جعجع والنائب ستري دجاجع، وتوجه إلى جعجع بالقول أنه بالرجال، وقال أن القوات لم تخذل أحد يوما، وقال للخاطفين أن ما فعلوه مع ميشيل الصقر هو بداية النهاية، مذكرا إياهم بما جرى للسوريين عام 81، وقال لهم إذا أردتموه حربا فلتكن، متوجها إليهم بالقول مجددا أن لا تجعلوا الوحش في زحل يستفيق، فمصيركم إما الحبس وإما القتل. إذن مشاهدينا كنا مع المؤتمر الصحفي، مزيد من التفاصيل تتابعونه في نشرة بيروت اليوم. شكرا للمتابعة.